اليوم هو اليوم الثالث، واليوم رحلتنا كلش طويلة. عندنا 4 محطات، أولها مصيف بيخال وألعاب راوندوز، وآخر شي ورتي وشقلاوة. خليكم وياي. جايتك.
وجهتنا الجاية طريقها كلها جبلي، لذلك نزلنا من الباص وأخذنا كي على مود نروح. بس الصراحة هي من أحلى المصايف اللي رحنا لها، للأسف ما بقينا بها هواية، واللي هي مصيف فورتي. مصيف فورتي كلش قريب على الحدود العراقية الإيرانية، وصراحة كان الجو همينة كلش حلو، وكان من حسن حظنا يعني الجروب مالتنا قالونا أنتو يعني كلش محظوظين، الجو حلو وغيوم، لذلك صورت مقاطع كلش حتحبوها، خليكم ويا الفيديو. ما تشتريين؟ انت تردي بس ما عندك شغل. لا. ها؟ كذا كذا. عبالي لعبة. حطيتين؟ يلا خذيها. كنا اشتغلنا.